نجحت القوات البحرية في ضبط لانش به كمية كبيرة من السجائر المسرطنة وأجهزة الاتصال بالبحر المتوسط شمال مدينة مطروح، كما نجحت القوات في إنقاذ 12 سائحا فضلا عن طاقم يخت سياحي من الغرق نتيجة نشوب حريق في هذا اليخت جنوب مدينة الغردقة، مع تقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم. جاء ذلك في إطار جهود القوات البحرية لتأمين وحماية الحدود البحرية على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.